يا أيها المبعوث فينا شاهدا ومبشرا للصالحين بأي أرض كانوا. صلوا عليه وسلموا وتمسكوا بالسنة الغراء فهي أمان. أغشى الضياء بصائر الكفار فتجهموا لهداية المختار. لم يدركوا الحق الذي أنواره سطعت، لم يدركوا الحق الذي أنواره سطعت. تبدد ظلمة الأوزار، هم حاولوا إطفاءها أنى لهم، والله رب الحق والأنوار. فتجمعوا يبغون قتل حبيبنا في داره. أنعم بها من داري، لكن عدل الله، لكن عدل الله يأبى للورى غدر الضلال بصفوة الأطهار. يتلو على جمع التربص آياتا، صلوا عليه. يتلو على جمع التربص آية تلقي سريع النوم في الأبصار، فيمر بين جموعهم لم يشعروا، فعناية المولى من الأسرار. وينام بعد رحيله بسريره من يفتدي بالروح والأعمار، ويرافق النور المهاجر صاحب بلغ المدى في الصدق والإيثار. ركب الهدى قصد المدينة منزلا
ليلوذ بالأبطال والأنصار. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجاب الشكر ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خيرا.